يا بلادي وجعه الناظر حياكم الله جميعا في ملتقى كفو السنوي الرابع، سعيدين بحضوركم جلسة هذا المجتمع، ونحب ننوه على وجود ترجمة فورية للجلسة، واحنا سعيدين بالإجابة على جميع استفساراتكم في الشات. نتمنى لكم جلسة ممتعة. It is our pleasure to welcome you all to CAFU's fourth annual forum. We are pleased to host this community session and would like to inform you that live translation will be available throughout this event. If you have any inquiries or concerns, please submit them in the chat and we'll be happy to assist you. Stay tuned and we hope that you enjoy this session. أدعوكم للتركيز على الشباب وتوفير فرص العمل وأسباب الحياة الكريمة له. لو بديت أنا بشيء كمل علي كمل علي كلمة منك كلمة منك نملك الدنيا طيب. لو بديت أنا بشيء كمل علي كمل علي كلمة منك كلمة منك نملك الدنيا Thank you.
فرص العمل وأسباب الحياة الكريمة لك. لو بديت أنا بشيء كمل علي كمل علي كلمة منك كلمة منك نملك الدنيا ضيوف. أصحاب المعالي، ضيوفنا الكرام، رحب بكم في ملتقى كفو السنوي الرابع. ونفتتح هذا الملتقى بكلمة من سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء. بسم الله الرحمن الرحيم، وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون، صدق الله العظيم. الإخوة الوزراء الأفاضل، معالي الدكتور يوسف الإبراهيم، أصحاب المعالي والسعادة، الإخوة والأخوات، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ببالغ السعادة والسرور يطيب لي أن أفتتح ملتقى كفو السنوي الرابع الذي نسعد فيه كل عام بالالتقاء بأبنائنا وبناتنا شباب الكويت وأمل المستقبل. وتأتي رعايتنا انطلاقاً من إيمان الدولة بدوركم ومسؤولياتكم وما نعوله عليكم من آمال وتطلعات تتوافق مع إمكانياتكم وقدراتكم وطموحاتكم، وما عرف عن شباب الكويت من فكر وقاد وهمة واجتهاد ونبوغ وإبداع لإثراء واقع الكويت ومستقبلها وتعزيز موقعها على خارطة العالم وتأكيد الصورة المشرقة والانطباع السائد عن وطنكم وشعبكم الكريم. ولا يخفى عليكم أن كفو كجهة حاضنة للشباب إنما جاءت تحقيقا للتوجيهات السامية من حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه، والتي عززها وأكد أهميتها حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد حفظه الله ورعاه، والتي تعتبر أحد أهم المنصات لدعم الأفكار الإبداعية وتبني الكفاءات الشبابية وبناء جسور التواصل الفكري على ركائز رؤى شبابنا وتطلعاتهم، ومرجعا للخبرات ليستفيد منه الشباب الكويتي ويدعم طموحه ويلبي احتياجاته ويذلل العقبات أمامه. إن الحرص على عقد مثل هذه الملتقيات منارة يستنير بها أبناء هذا الوطن وتخلق رأس مال بشريا طموحا قادرا على التخطيط والاشتراك بعملية التنمية وتحقيق رؤية الكويت 2035. الأخوة والأخوات، الحضور الكريم، انطلاقا من حرص الحكومة على دعم الشباب الكويتي فقد احتضنت وثيقة الشباب واعتمدتها، ووجهت وزارات الدولة ومؤسساتها وهيئاتها لوضع الآليات اللازمة التي تضمن تنفيذها، وأنجزت عدة قوانين ذات علاقة بالشباب ومشاريعهم الصغيرة والمتوسطة إيمانا منها بقدراتهم على المساهمة في دفع عجلة الاقتصاد بأفكار مبتكرة وإنجازات خلاقة.
كما لا تخفى عليكم الطفرة العلمية الهائلة في مجالات عدة مثل المعرفة والعلوم والتكنولوجيا وتأثيرها في ميادين الحياة بشتى مجالاتها، ما يحتم علينا دعم الشباب في استخدامها وتطويرها والاستفادة منها واستثمارها في كل ما ينفع وطننا ويؤكد بصمته على خارطة العالم في هذه المجالات. ونستذكر في هذا المقام كلمات سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه، أن الشباب هم معقد الرجاء ومبعث الأمل. وإذ نجدد هنا الذكر بأننا على العهد باقون في دعم شباب الكويت المخلص تحقيقا للهدف الأسمى وهو رفعة بلدنا الحبيب وازدهاره. بوركتم وبوركت جهودكم العظيمة من أجل وطننا الغالي الكويت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن مع كلمة من معالي الدكتور يوسف الإبراهيم مستشار في الديوان الأميري ورئيس اللجنة الإشرافية العليا لمشروع كفو. بسم الله الرحمن الرحيم. كفو، كفاءات، فرص، وطن. هذا المشروع الذي أنشأ إيمانا من المغفور له سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه، بأهمية مشاركة الشباب. بسم الله الرحمن الرحيم. كفو، كفاءات، فرص، وطن. هذا المشروع الذي أنشأ إيمانا من المغفور له سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه، بأهمية مشاركة الشباب في إعمار الوطن، حيث لطالما كان الشباب في قلب وعقل سموه رحمه الله ويرى بعينهم مستقبل الكويت المشرق ينعم فيه أهلها الكرام. فقد كان سموه يؤمن في الشباب وما يقدموه من أجل وطنهم لجعلها في مصاف الدول المتقدمة، حيث حرص المغفور له على تحقيق طموحات الشباب كقائدا للبلاد من خلال إنشاء وزارة للشباب، وكذلك إنشاء الهيئة العامة للشباب، وإنشاء الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي، إضافة إلى العديد من الإجراءات والمبادرات التي تخلق البيئة الملائمة لانطلاق طاقاتهم وإبداعاتهم. كما رعى المشروع الوطني للشباب الكويت تسمع الذي من إحدى مخرجاته هو ملتقى الكويت تنجز والكويت تفخر، اللذان عقدا في السنوات الأخيرة من أجل أن تستمر قنوات التواصل بين متخذ القرار والشباب. لقد حرص المغفور له على نقل الكويت إلى عالم يسوده الابتكار والعلم والمعرفة، لذلك انطلقت رؤية الكويت 2035 التي إحدى ركائزها خلق رأس مال بشري إبداعي، وقد ألهم الجميع حين قال: أدعوكم للتركيز على رعاية الشباب وتوفير فرص العمل وأسباب الحياة الكريمة لهم، وتفعيل مشاركتهم الإيجابية ودورهم البناء في خدمة المجتمع وتنميته، فهم مبعث الرجاء ومعقد الأمل. كانت تلك الكلمات هي مصدر إلهام ودافع كبير لكثير من القيادات لإشراك الشباب في عجلة التنمية المستدامة. لقد كنت محظوظا بالعمل لإحدى وعشرين عاما مع هذا الشخص الحكيم بفكره والراقي بأخلاقه والسامي بتعامله، لطالما كان المعلم والأب والأخ الكبير الذي أستلهم منه
الحكمة والموعظة الحسنة، شاكرا إياه على ثقته الغالية في إشراكي بالشأن الشبابي والشأن الاقتصادي، وتخليدا لذكرى أميرنا الراحل أطلق مشروع كفو التابع للديوان الأميري مبادرة صورة وذكرى، حيث وجدنا له تذكارا في قلب كل بيت وأسرة، وإن كان يدل على شيء فإنما يدل على قربه من أبناء شعبه الكريم الذي طالما كان في وجدانهم حتى عاد إلى وطنه في سبتمبر الأخير ليحتضنه تراب وطنه الذي لطالما عمل من أجل حاضره ومستقبله. وبمناسبة انعقاد ملتقى كفو الرابع، أود أن أجدد الذكر بحرص القيادة السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه على الاستمرار في دعم الشباب وإيمانه الكامل بأن الشباب هم الثروة الحقيقية للوطن، وذلك من خلال توجيهاته السامية التي شرفني فيها. كما كان حرص سمو رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح على رعايته الكريمة ومشاركته في افتتاح ملتقاكم اليوم رغم مشاغله وارتباطاته خاصة في هذه الفترة، إلا دليل آخر على اهتمام سموه والحكومة بالشباب. وفي ختام كلمتي، أسأل المولى العلي القدير أن يحفظ الكويت وشعبها من كل سوء ومكروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر لمعالي الدكتور كلمته المميزة، وإحنا خلال ملتقى كفو هي نعتبرها فرصة للتعرف على آخر مستجداتنا وشنو عندنا من أنشطة وفعاليات خلال السنة، وهم تتعرفون على المجتمعات المختلفة اللي رتبناها أساس تتيح الفرصة للتعاون وللتعرف على الكفاءات المختلفة. في هذا الملتقى راح نعرضكم الحين جزء من آخر المستجدات اللي راح تلاقونها في موقع كفو. جديدنا لموقع كفو نسخة الرابعة راح تلاقون البحث المطور أساس يسهل لكم أن تلاقون الكفاءات اللي تبونها بطريقة أفضل. هم ضفنا لكم الهاشتاجز، فراح يكون أكو على حسب المواضيع اللي اختارها كل سنة هاشتاجات تضيفونها، هدفها أن نكون شبكات تعاونية للمختصين في هذه المجالات. بعدين عندنا صفحات خاصة للجهات، وهذا الشيء نقدمه لأول مرة، نسهل على الجهة تحط تنشئ صفحتها وتتواصل مع الكفاءات دايركتلي. بعد عندنا راح يكون رزنامة لفعاليات كفو، فعاليات الجهات اللي حابة تشارك بهذا الموضوع. وأخيرا راح يكون عندنا بعد مكتبة خاصة لكل ما ينشر في كفو من فيديوهات كتيبات وملفات. وبكذي هذه إن شاء الله كلها راح تكون متوفرة في التطبيق قريبا، بس هي حاليا موجودة في الموقع، واللي قاعد نشتغل عليه للمرحلة الجاية هي كفو هبس، اللي هي عبارة عن منصات للمعلومات وبيانات اللي يحتاجونها المجتمعات المختلفة. حابين نسمع منكم، إذا عندكم أي اقتراح احنا بالعكس يسعدنا أن نطور الموقع باقتراحاتكم المختلفة، ولأنكم كفو نبيكم ويانا. هذه كانت مستجداتنا للموقع، وإن شاء الله تطبق على التطبيق بعد، تقدرون تنزلون وتحملون تطبيق على أندرويد والأبل ستور. وهم وايد مهم أن تشغلكم حساب معنا بكفو، أي شخص عنده رقم مدني فوق سنة 13 يقدر يكون معنا عبر المنصة. وهذا الملتقى يمكن عندنا برنامج مميز حابين نطلقه، وهو الأمية الشخصية لكفو لهذا العام. هم عبارة عن ممثلين للمجتمعات، ومعاهم صغنا بعض الحملات التوعوية وطرحنا بعض المواضيع اللي راح تكون إن شاء الله تثري رزنامتنا خلال هذه السنة. فراح يكون إن شاء الله معنا الحين فيديو يشرح لكم الأدوار المختلفة اللي موجودة لهؤلاء الأمية الشخصية. تعرفوا على أدوار كفو لهذه السنة.
موجه كفاءة ذو خبرة في مجال الإرشاد والتوجيه، يقوم بالتنسيق والمتابعة مع أدوار كفو الأخرى في المجتمع الذي ينتمي إليه، وهو دور لمن فوق 35 سنة. مقيم: كفاءة ذو خبرة أكاديمية وعضو هيئة تدريس أو خريج إحدى جامعات برنامج التميز لتقييم المواضيع الخاصة في الفعاليات والأنشطة، بالإضافة إلى اختيار المتحدثين بناء على سيرهم الذاتية وإنجازاتهم في كفو، وهو دور لمن فوق 35 سنة. متحدث ملهم: كفاءة ملهمة تعرض قصة نجاحها في الملتقى وعبر منصات كفو المختلفة من خلال تسجيل مواد قابلة للنشر. سفير هو الوجه الإعلامي لكفو، يقل عمره عن 35 سنة، يقوم بعرض أهداف وخطة ورزنامة مجتمع كفو عبر المنصات الإعلامية المختلفة. مرشد: كفاءة ناشطة في العمل التطوعي، يقل عمره عن 35 سنة، والدور هو كحلقة الوصل بين مشروع كفو والمجتمع الخاص من خلال اقتراح المواضيع وترشيح المتحدثين في فعاليات المجتمع. يمكنكم تحميل تطبيق كفو، ولأنكم كفو سجلوا في كفو. طبعا هذه الأدوار المختلفة اللي إن شاء الله معانا هالسنة، وراح تتعرفون عليهم أكثر خلال برنامجنا عبر الأيام القادمة، فأنصحكم أن تدخلون كثر ما تقدرون من لقاءات المجتمعات، لأن راح تكتشفون كفاءات اللي دائما أنا أبهر بوجودهم معنا وسعيدة أن أتعرف عليهم. فهذا اللي عندنا اليوم، إن شاء الله تستمتعون معنا في برنامجنا المتحدثين المختلفين. حاب أشكركم على تواجدكم، ورحب بالدكتور يوسف إبراهيم إذا حاب يضيف كلمة قبل أن نبدي مع المتحدثين. شكرا دكتورة فاطمة، مساكم الله بالخير جميعا، وأنا سعيد أن نلتقي في الملتقى الرابع. حقيقة كان بودنا أن نلتقي وجها لوجه كعادتنا، لكن شاءت الظروف والحمد لله أن مستمرين في عملنا ومستمرين في تواصلنا. والحقيقة اللي أود أقوله أن هذا البرنامج بدأ يأخذ يعني أبعاد لم تكن في الحسبان عندما خططنا لمشروع كفو، وهذا لم يكن ناجم من فقط نشاط الدكتورة فاطمة وفريقها المميز، لكن أيضا بنشاطكم وجهودكم ومشاركتكم الإيجابية في هذا العمل المميز. أنا أتمنى بأن نشوف كفو هو برنامج يشمل جميع شباب الكويت ويغطي جميع المجالات، وأنا سعيد أيضا بأن هناك مجالات تم إضافتها، وبالأخير السياسة العامة التي ستكون أحلى محاور هذا المساء. مرة أخرى الشكر الجزيل لكل من شارك وكل من ساهم في هذا المؤتمر، ونأمل الأربعة أيام القادمة تكون هي أيام فرصة، تمثل فرصة حقيقية لنا للتحاور والتشاور وأيضا العمل لبناء هذا الوطن العزيز علينا جميعا. شكرا دكتورة فاطمة. مشكور معالي الدكتور، والحين ننتقل لأول ضيف معنا، وهو الدكتور خالد مهدي، أمين العام لمجلس الأعلى للتخطيط، فحابين نسمع منه كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الحمد خالد الصباح، أستاذ دكتور يوسف حمد إبراهيم، عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والمستشار في الديوان الأميري، والأخ العزيز والكبير في قلوبنا والذي أنشطته في كلها تركيزا على الشباب وتعزيز الرأس المال البشري، الدكتورة فاطمة الموسوي. الدكتورة فاطمة الموسوي الزميلة العزيزة، والتي دائما نحن في لقاءاتنا الدورية نشكر جهودها التي لا تنتهي من خلال برنامج كفو، وأيضا العديد من الأنشطة التي سأتناولها في جملة حديثي. في البداية أحيي الجميع على نجاح هذا الملتقى قبل بدايته، لأنني أعلم أن جميع الملتقيات التي يقوم فيها برنامج كفو هي ملتقيات ناجحة. أريد أن أصدقكم الحال أن في دعوة في أول مرة التقينا فيها قلت أن قد يكون برنامج كفو بين قوسين هبة كويتية راح ينقطع بعد فترة،
ولكن الآن نحن ندخل في السنة الرابعة على التوالي بملتقى قد اجتمعنا فيه جميعا بالرغم من وجود الجائحة. هذا إنما يدل فإنه يدل على أن هذه الفكرة الرائدة التي قاد هذا الفكر أميرنا الراحل رحمة الله عليه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وقد سلم هذه الراية للأستاذ الدكتور يوسف حمد إبراهيم، وبعد ذلك رأينا كل هذه الإنجازات. لا يخفى على الجميع بأن خطة التنمية لا يمكن أن نجد لها مسيرة حتى 2035 دون توظيف الرأس المال البشري الإبداعي الذي هو يصب في شباب دولة الكويت، الشباب الوطني الذي نحتفل نحن دائما بإنجازاته التنموية. وعبر برنامج كفو التقينا من فترة إلى أخرى في اجتماعات مع العديد من هؤلاء المشاركين، ولعل مشروعنا سفراء كويت جديدة كان أحد المشاريع الرائدة اللي اشتغلنا فيها مع البرنامج. أيضا البر أخرى متعلقة في الوقف السلوكي في تغيير الثقافة الاجتماعية في دولة الكويت فيما يتعلق في الاستهلاك والترشيد الطاقة الكهربائية وجميع السلوكيات الأخرى. أن الأمر الذي نسعى إليه هو كبير جدا في تحقيق رؤية وطنية ورؤية 2035، ولكن الطريق ليس سهلا، ولكن نحن نعلم يقينا بأن سواعد الشباب هي التي ستحقق. إن وظيفتنا احنا كمسؤولين في الحكومة أن نعمل بقدر ما نستطيع أن نجعل سياسات الشباب في هذه السياسات من الأولويات. واليوم باجتماعاتنا الدورية مع الجهات المعنية للشباب قد قمنا في دعم المشاريع المتعلقة في الشباب في مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب فيما يتعلق في صناع العمل، وذلك عبارة عن ربط الشباب بسوق العمل، وأيضا المشاريع الأخرى المتعلقة في مراكز تطوير مراكز الشباب. وأعتقد أن الهيئة العامة للشباب ستتكلم عن هذه المشاريع الرائدة والتي مدرجة في الخطة الإنمائية والخطة التشغيلية. علاوه على ذلك المشاريع الموجوده في الهيئه العامه للرياضه والتي هي كلها تصب في عمل الشباب. اود ان اختم الكلام في امر مهم جدا، هذا الامر وهو تطبيق السياسه الوطنيه للشباب، وهذه الاستراتيجيه الوطنيه التي قام باعتمادها الامير الراحل رحمه الله عليه الشيخ صباح احمد الجابر الصباح، وتم اعتمادها بأنها وثيقة وطنية مهمة جدا قابلة أيضا للتنفيذ، وتم إدراجها من ضمن الخطة الإنمائية لدولة الكويت 2020-2025، وهذه الخطة الخمسية التي تم اعتمادها من مجلس الأعلى للتخطيط ورفعها لمجلس الوزراء احتوت على سياسات موجهة في هذا الاتجاه، وهو دعم الرأس المال البشري الإبداعي وبالأخص فيما يتعلق بتمكين الشباب. الطريق طويل، ولكن كما يقال دائما أن طريق 100 ميل يبدأ بخطوة. نحن بدأنا بخطوات وليست بخطوة، وسترى النور من خلال هذه البرامج المتعددة التي تقوم فيها دولة الكويت في دعم الشباب. برنامج كفو صراحة أثبت وبجدارة قدرته على التواصل وعلى خلق هذه المجتمعات، ونتابع نحن هذه الأنشطة وهذه البرامج التي تقوم بكل وضوح في دعم الشباب بصورة أو بأخرى، أحيانا مع محدودية الموارد الموجودة والمصادر، ولكن الدعم الموجود من قبل سواء الجهات الحكومية أو في القطاع الخاص أو في العام سيمهد الطريق إلى تعميق هذا الدور. في الختام أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى أستاذي الدكتور يوسف حمد الإبراهيم، وإلى أختي العزيزة دكتورة فاطمة المسوي، وجميع العاملين على إنجاح هذا الملتقى الرابع، وشكر لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا دكتور على كلمات الطيبة.
وسعيدين دائما وجودك معنا ودعمك المستمر. والحين ننتقل للدكتور طارق الشيخ منسق الأمم المتحدة المقيم بدولة الكويت ليلقي كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسمعيني أخت فاطمة؟ دكتورة فاطمة تفضل قاعد اسمعك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، صاحب السعادة الدكتور يوسف الإبراهيم مستشار الديوان الأميري ورئيس برنامج كفو، دكتور خالد مهدي الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، الأخوة والأخوات الحضور، الدكتورة فاطمة الموسوي مديرة برنامج كفو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أكون اليوم بين الشباب الكويتي الواعد، الشباب الذي من أجله وبيده وبسواعده ستتم بناء وتنمية مسير واستكمال مسيرة البناء والنهضة الكويتية التي سترها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الراحل طيب الله ثراه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مع اعتماده للاستراتيجية الوطنية للشباب وبرنامج تسمع الكويت تسمع، والذي انطلقت منه هذا البرنامج الهام والمهم لكل شباب الكويت، وليس في شباب الكويت فقط، ولكنه كنموذج يحتذى به كمنصة لجمع الخبرات الشبابية الكويتية من أجل أن تكون هي التي تقوم بالبناء ودعم مسيرة التنمية وخطط الدولة الخمسية المتعاقبة، سواء الخطط السابقة أو الخطة الحالية أو الخطط القادمة. يسعدني من ذلك أن أؤكد أن برنامج كفو وهو في قلب خطة التنمية للكويت، مستكملاً وبرنامجاً لتنفيذ استراتيجياتها الوطنية للشباب، فإن الأمم المتحدة ليست ببعيدة عن هذا البرنامج، ولكن التعاون المستمر بين مؤسسات الأمم المتحدة المختلفة المعنية بالشباب وبرنامج كفو كانت مثمرة ومستمرة وستوسع في المستقبل من أجل التعاطي مع أهداف التنمية المستدامة. إن البرنامج والمنصات التي انطلقت منه وانطلقت من خلاله وبسواعد المشاركين فيه كانت من المنصات المهمة المبتكرة التي من المهم أن يتوسع في استخدامها، مثل عطاء هب أو غيرها من المنصات المختلفة. التعاطي مع أولويات التنمية المستدامة من خلال خطة التنمية والعمل من أجل توفير الكوادر الشبابية الجادة والمتعلمة والمستنيرة والتي تتبنى الابتكار في أعمالها ومناهجها، والمخترعين الكويتيين الواعدين هم الشعلة التي ستوقد موقد التنمية الكويتية في المرحلة القادمة التي تحتاج النقلة النوعية التي تقوم بها لاقتصاد المعرفة. شباب كويتي واعد ذو تعليم عالي يرغب وله القدرة في تحقيق فرص التنمية داخل الدولة، لديه الخبرات والعلاقات مع الدول الأخرى لتفعيل وجذب شراكات تنموية مستدامة. هذا هو المجال الذي نسعى إلى أن يكون بوتقة ومنارة لكي يتم تفعيل دور الشباب الكويتي في خدمة التنمية. إن الأمم المتحدة ويتسعى من أجل دعم فرص الدولة ودعم برامج الدولة المختلفة الواعدة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، حيث أن التنمية المستدامة في قلب خطط التنمية للدولة وأجندة 2030 من خلال رؤية كويت جديدة 2035، فإن الشباب في قلب هذه الرؤية، وإننا في الأمم المتحدة لدينا مجموعة من البرامج ومجموعة من الأولويات التي وضعها كافة برامج الأمم المتحدة المعنية بالشباب، سواء برنامج الأمم المتحدة اليونسكو، برنامج اليونيسف، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، البرامج الأخرى المعنية بالشباب كبرنامج الشؤون الإنسانية وبرنامج الخاص بالمرأة،
كل هذه البرامج تعنى وتهتم بأن يكون الشباب في قلب التنمية، أن يكون هناك برامج لتفعيل وتطوير دور الشباب في خطط التنمية وفي تنفيذ خطط التنمية، وأيضا في المشاركة في أعمال التنمية من خلال القطاع الخاص. خطة تنمية الدولة التي تم وضعها باقتدار تضع الشباب في وتفعيل دورهم وإشراكهم في القطاع الخاص في قلب خطة التنمية. ونحن أيضا من خلال الأمم المتحدة وبرامجها المختلفة نسعى في أن يكون هناك برامج لتنشيط دور الشباب الكويتي على مستوى الأمم المتحدة، سواء داخل الأمم المتحدة من خلال تفعيل والتوسع في برامج التعيينات في كافة برامج الأمم المتحدة على المستوى الدولي، وأيضا لعمل برامج التدريب المختلفة للشباب المتخرج حديثا من الجامعة، وبالإضافة إلى ذلك العمل نحو التوسع في برامج والمنصات بالتعاون مع المشروعات الواعدة والبرامج الواعدة مثل كفو لربط الشباب وأفكار الشباب مع مشروعات وبرامج الأمم المتحدة سواء داخل الكويت أو أيضا خارجها. إننا في هذا المنطلق قد حرصت دائما أن نكون نلبي دعوة الدكتورة الكريمة الدكتورة فاطمة المساوي، والتي هي شعلة من النشاط حقيقة، تحب عملها وتحب الشباب وتسعى إلى خدمة هذه البلد الكريم المضياف الكويت. نرى أيضا أن القيادة الرشيدة للدكتور يوسف الإبراهيم لهذا البرنامج وللبرامج أخرى يدفع الجميع نحو التعاون المثمر والبناء مع هذا البرنامج. نسعد دائما بتواجدنا معكم ونسعد بالشراكة الاستراتيجية مع البرنامج ومع شركائنا الأمانة العامة المجلس على التخطيط والتنمية. وفي الختام لا يسعني إلا أن أتقدم لكم جميعا بالشكر على هذا البرنامج الخلاق والمتطور، والذي نسعى إلى أن نتوسع في تقديم التجربة الكويتية إلى مناطق أخرى حول العالم ليتم الاستفادة منها. شكرا جزيلا لكم، شكرا للأخت الكريمة الدكتورة فاطمة المساوي، شكرا للدكتور يوسف المبهيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشكور دكتور على كلامك الطيب، وانت دائما معنا في كل برامجنا، سعيدين بوجودك ونطمح للمزيد إن شاء الله. الحين ننتقل لكلمة متحدث نائب عن الهيئة العامة للشباب الأستاذ شفيق السيد عمر بالنيابة عن رئيس هيئة الشباب. بسم الله الرحمن الرحيم. سمو الرئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد صباح، معالي الدكتور يوسف الإبراهيم، الدكتورة الزميلة فاطمة المسوي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية يطيب لي أن أشكركم على دعوتكم الكريمة للمشاركة في مؤتمر كفو السنوي الرابع، والذي يهدف إلى تعزيز وتنمية وتمكين الشباب والتعرف على الكفاءات وتسليط الضوء عليهم وفرص التعاون فيما بينهم بما يساهم في تحقيق التنمية للدولة. الأخوة والأخوات، ترتكز دولة الكويت على إرث اجتماعي وثقافي وإعلامي متميز، وحركة مؤثرة ومتميزة بدأت من جهود المؤسسين الأوائل، تنطلق من حماس ورؤية الشباب وخبرة الرواد، وما بين التكوين والتأهيل والحماس والرؤية تأتي الفرصة للوصول إلى رأس مال بشري إبداعي. فلا بد من إعداد الشباب ليصبحوا أعضاء يتمتعون بمقدرات تنافسية وإنتاجية لقوة العمل الوطني. وتساهم الهيئة وفق القانون على إنشائها رقم 100 لسنة 2015 بالاهتمام بالأمور المتعلقة للشباب، وأن يكون الشباب مصدر الثروة الحقيقية للوطن، وإعداد الشباب وتحصينهم وحمايتهم وتأهيلهم وتوجيه طاقتهم ومواهبهم. وجدير بالذكر أن الهيئة العامة للشباب استفادت من التجارب الدولية في العمل الشبابي، وقامت بربط المشاريع والأنشطة التي لديها وفق منهجية دورة الحياة والتحولات العمرية واحتياجات كل مرحلة، ما هو أثمر عن وجود توافق بين استراتيجية الهيئة وبين الأهداف
الأمم المتحدة للشباب والتي أقرتها الأمم المتحدة في دورتها رقم 73 بتاريخ 24 أغسطس بمقر الأمم المتحدة بهدف تكثيف جهود الشباب من الشباب إلى الشباب، وانعكس ذلك على مؤشر التنافسية العالمية، وارتقت دولة الكويت من المرتبة 110 إلى المرتبة 56 في مجال تنمية الشباب استناداً إلى مؤشر تنمية الشباب الصادر عن رابطة الكومنولث. السادة الحضور، تعمل الهيئة العامة للشباب وفق مقاربة تنموية مستدامة في العمل الشبابي، وترتكز على التنسيق على المستوى الوطني وعلى المصلحة العامة وتعزيز التشريعات والسياسات وتوفر ميزانيات لتمكين الشباب وتعميق مشاركة الشباب وتعزيز انتماء الشباب وقيامهم بأدوار قيادية. مشاركة الشباب تشكل نموذجا للممارسة والمواطنة في الواجبات والحقوق. كما تعمل الهيئة من المشاورة إلى الشراكة، وتنظر للشباب إلى حقهم في المشاركة في عمليات صنع القرار والإمداد بالمعلومات، وهي عملية تمكين وبناء ديمقراطي طويل الأمد. يبلغ نسبة الشباب في المجتمع الكويتي 72%، وهي هبة ديمقراطية، وقامت الهيئة بمشاركة استراتيجية مع مركز العمل التطوعي والانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للعمل التطوعي لدولة الكويت، والتي ترتكز على فئة الشباب كمحرك ودافع أساسي في استراتيجية وكافة الفئات والمراحل العمرية، وتم تنفيذ مقابلات مع 200 متخصص وخبير، وعمل عدد 15 حلقة نقاشية متخصصة، ومقابلة 100 جهة حكومية وغير حكومية ومجتمع مدني والقطاع الخاص، والتعرف على ما يقارب 50 تجربة دولية في العمل التطوعي، ومسح أكثر من 600 وثيقة ورصد تاريخي مكتبي لنشاط دولة الكويت في العمل التطوعي من 1760 وحتى 2020، ورصد التطور المؤسسي لدولة الكويت مما قبل الدستور وحتى 2020 حتى تكون استراتيجية معبرة ونابعة من السياق الكويتي. الحضور الكريم، عملت الهيئة في إعادة تأهيل المراكز الشباب وربط المجالات التي يرغب فيها الشباب في العمل والإبداع فيها بمراكز الشباب، منها برنامج أكاديمية الفنون والإعلام بمركز الدعية، برنامج التطوع الاحترافي التخصصي بمركز القادسية، والمحمية الطبيعية في مركز الشامية، ووادي الشباب في مركز القصور، والتدريب الحرفي المتخصص، وريادة الأعمال للشباب إن شاء الله في المستقبل القريب في مركز شباب الفيحة. كما تتجه الهيئة نحو التكنولوجيا والابتكار، وخلال العام الحالي تم الانتهاء من تنفيذ 208 محاضرة وأكثر من 292 ساعة بث بمشاركة أكثر من 4000 شاب وشابة مشاركين، والانتهاء من مركز شباب الجنوب الشيوخ. وتعمل الهيئة بالمشاركة مع كافة المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لأن احتياجات الشباب تتداخل مع كافة الجهات، ولا يكون تنمية إلا بشراكة حقيقية. في النهاية أود الشكر لمعالي الدكتور يوسف الإبراهيم والدكتورة فاطمة الموسوي على استضافتنا لمشروع لمؤتمر كفو الرابع، ونأمل إن شاء الله التقدم والازدهار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا أستاذ شفيق على دعمك المستمر للشباب وعلى وجودك معنا. الحين ننتقل للدكتور بسام الفيلي مدير إدارة الابتكار مؤسسة الكويت للتقدم العلمي عشان كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم. سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، معالي الدكتور يوسف حمد الإبراهيم، السادة أصحاب المعالي والسعادة الدكتورة فاطمة الموسوي، السيدات والسادة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالبداية أنا أتوجه بخالص الشكر
وجزيل الامتنان لجميع القائمين على مشروع كفو على جهودهم اللي يبذلونها في سبيل تعزيز دور الشباب الكويتي في المجتمع وتسليط الضوء على إنجازاتهم، وأشكرهم على دعوتهم الكريمة لحضور الجلسة الافتتاحية للملتقى السنوي الرابع والحديث عن أحد المشاريع المستقبلية لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي واللي تهم الشباب الكويتي الواعي. حرصت المؤسسة يعني من إنشائها على دعم جميع مجالات المعرفة والعلوم والبحث العلمي والابتكار، بحيث أن يمكن المؤسسات التعليمية والأكاديمية والبحثية والجهات المعنية بالشباب في الكويت من تعزيز وتطوير عطائها العلمي والثقافي والفكري والإبداعي. وهذا طبعاً من رسالة المؤسسة المتمثلة في تحفيز ودعم تنمية القدرات البشرية والاستثمار فيها والمساهمة في بناء قاعدة صلبة للعلم والتكنولوجيا والابتكار وتعزيز البيئة الثقافية الممكنة لهذا الشيء. ودائماً كان الشباب أحد المحاور الأساسية في خطط المؤسسة وتوجهاتها، واحد الأهداف الرئيسية اللي ترتكز عليها أنشطتها وبرامجها بهدف تهيئة البيئة المناسبة لاحتضان طاقاتهم الخلاقة وقدراتهم الواعدة وتسهيل الطريق أمامهم أو أمام انطلاقاتهم الجدية نحو الإبداع والابتكار وإزالة العقبات اللي تحول دون تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم في المشاركة في بناء الوطن وازدهاره ودفع عجلة التنمية في ربوع. الأخوة والأخوات يعني من أهم المبادرات اللي تحرص المؤسسة على تنفيذها في الوقت الحالي هي مركز الكويت الوطني للابتكار. طبعاً هذه المبادرة أطلقها المغفور له سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه في يوم الشباب، وهو كان يوم 13 مارس 2019، وأنا كنت شخصياً موجود وسمعت الكلمة منه مباشرة واستبشرت يعني بخير ان الموضوع هذا يعني جذبني وايد لانه يهدف الى تقديم الدعم للشباب المبتكرين وتوفير الرعاية المناسبة لهم وتعزيز دورهم في دعم الاقتصاد الوطني وتطويره. طبعا من البداية المؤسسة يعني من اول ما تم توكيل المؤسسة لعمل الخطوات الاولى في هذا المشروع أعدت المؤسسة دراسة جدوى أولية لهذه المبادرة السامية بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية من الهيئات والمؤسسات الحكومية ومن ذوي الخبرة والاختصاص في القطاع الخاص ومجال ريادة الأعمال. وبناء على النتائج الدراسة تحدد الهدف الرئيسي للمركز بأن يكون بمثابة محطة واحدة للرواد والمبتكرين، توفر البيئة الحاضنة للشباب الطموح وتقدم الدعم والرعاية لهم من خلال حزمة متنوعة من الأدوات والموارد اللي تهدف إلى تعزيز وتطوير قدراتهم ومساندتهم خلال المراحل والمحطات المختلفة من رحلتهم في الابتكار وريادة الأعمال. وتم تحديد الأدوار الرئيسية للمركز بخمس أدوار، وهي رقم واحد تعزيز ثقافة الابتكار في كل شرائح المجتمع من خلال برامج وحملات توعوية وتشجيعية تحث الشباب على الدخول في مجالات الابتكار والريادة، طبعاً بالإضافة إلى تقديم التدريب والتعليم المهني المميز لبناء قدرات الشباب وصقل مهاراتهم في ريادة الأعمال والابتكار. الدور الثاني طبعاً احتضان الشركات الناشئة من خلال تقديم دعم ورعاية بشكل مفصل، يعني كل شركة وشنو احتياجاتها بحسب المرحلة وسرعة نمو هذه الشركة، وطبعا نربطهم بالمستثمرين للمشاريع الابتكارية من خلال صناديق رأس المال الجريء، وكذلك تزويدهم بالمعلومات والبيانات اللي يحتاجونها للنجاح في مشاريعهم وأعمالهم. الدور الثالث التنسيق بين الجهات المعنية وأصحاب المصلحة لتقديم الدعم الأمثل والتسهيلات اللازمة للأفكار المبتكرة والأعمال الريادية الجديدة. الدور الرابع
بناء القدرات البشرية في كل الجهات المعنية وأصحاب المصلحة من خلال التدريب العملي والتطوير المهني من أجل تقديم الخدمات والرعاية الأمثل للمبادرين. الدور الخامس جمع البيانات والمعلومات عن المبادرين والأنشطة المتعلقة بهم، والقيام بدور المرصد الوطني لجمع وتحليل المعلومات المتعلقة بالابتكار وريادة الأعمال في الكويت، وتوفيرها لمتخذين القرار لمساندتهم في تحديث السياسات والإجراءات وحتى إزاحة العقبات من طريق المبتكرين والمبادرين. حضورنا الكريم طبعاً تمهيداً لإطلاق هذا المركز الوطني الحيوي، المؤسسة الحين تسعى في استكمال الإجراءات الضرورية من خلال إعداد دراسات جدوى تفصيلية من حيث وظيفته وحوكمته وهيكله المالي والإداري، وضع تفاصيل المهام والخطوات المطلوبة لاتخاذ القرارات الخاصة بإطلاقه بشكل يعني متين، وطبعا نبدأ في تنفيذ هذه الإجراءات. وطبعا المؤسسة تحرص على تنفيذ الموضوع هذا وفق أفضل الممارسات العالمية، نستفيدين من التجارب المتميزة السابقة والخبرات الدولية، وإن شاء الله نأمل أن يرى المركز هذا النور في أقرب وقت ممكن. وفي الختام أكرر الشكر لكل القائمين على مشروع كفو، صراحة أنتم كفو، ولجميع الأخوة الأفاضل المتحدثين في هذا الملتقى اللي يمثلون نخبة من المفكرين والمسؤولين عن قطاعات علمية وتنموية، ومتمنيا لهذا الملتقى تحقيق النتائج المنشودة منه لتحقيق النهضة المأمولة في وطننا العزيز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشكور دكتور بسام. أنا حابة أنوه دكتور بسام هو أحد الشخصيات المتطوعة ويانا بعد، وما يقصر دائما يعني يكرينا بالنصيحة والموعظة وشلون نقدر نطور بعد موقع كفو وفعاليات المختلفة. شاكر لك دكتور بسام، وإحنا نطلع نسمع أكثر ونشوف إن شاء الله مركز الابتكار. شكرا على كل الجهود وكل اللي تسوي. الحين ننتقل مع ضيفتنا، ضيفة مميزة صراحة، كانت وكيلة لوزارة الشباب، وحالياً هم هي حاضنة للشباب، تشتغل في مجال يمكن شوية مختلف بس هو مجال شغفها. حابين نسمع منها ونرحب بيها معنا الشيخ الزين الصباح. شكراً دكتورتنا الفاضلة، يعطيكم ألف عافية وشكراً على الاستضافة الكريمة. أتشرف بتواجدي معكم اليوم، ورح أبعد كل البعد إن شاء الله عن الرسميات. ملتقى كفو بالنسبة لي منصة مهمة جداً لتعريف المواهب الوطنية وإثراء القدرات وتوحيد الجهود نحو النمو الاجتماعي والفني والاقتصادي اللي كلنا نطمح له كدولة وكمجتمع. كان لي الشرف أني أكون من ضمن الفريق المؤسس لهذه المبادرة الوطنية، وتشرفت بالعمل مع هذا الفريق اللي تشوفونه الآن أصبح لأكثر من 4 سنوات يعمل، وبكل عطاء غير محدود على جميع الأصعدة. مهم أذكر دكتورتنا الفاضلة إن صحيح إحنا اليوم كلنا قاعد نحاول نقدم في مجال الشباب وفي المجتمع الشباب ما نقدر عليه وما ربما يتماشى مع تخصصاتنا. فاليوم أنا حصل لي الشرف إني أعمل في قطاع قريب على قلبي جداً، وأتمنى أنه هو كذلك، وأشوف بالفعل أنه هو كذلك قريب على قلب الشباب الكويتي من الجنسين، وهو قطاع الاقتصاد الإبداعي. هذا الشيء بإرثنا، هذا الشيء بدمنا، ما تعلمنا أمس واليوم، تعلمنا من سنوات يعني ماضية ما أقدر حتى أعدها. نقدر نقوله بكل ثقة، وأنا أحب دائماً أشوف الأرقام أمامي. مثل ما يقول دائماً أن الكويت اليوم 72% من مجتمعها هو مجتمع شبابي، وهذا إرث عظيم وكنز عظيم نملكها كدولة. تحديداً ما بين السن 14 إلى 34 وهم الأغلبية اليوم بالمجتمع. وإذا اليوم أركز على العناصر المشتركة بين هالشباب،
ممكن أقول وبكل ثقة أعمل فوكس عليهم وأشوف شنو هواياتهم، شنو مواهبهم، شنو طاقاتهم، شنو معطياتهم. عدد كبير منهم داخل بأحدى مجالات صناعة المحتوى، سواء كان محتوى ثقافي أو فني أو ديني أو اقتصادي أو سياسي أو هندسي أو غيره. ما ظنيتي وإحنا أصلاً الحين قاعدين على هذا الزوم، أتوقع بتليفونكم يمكن وصلت لكم العديد من الرسائل أو من المحتوى اللي تم إنتاجه بأيدي شبابية كويتية، يعني يمكن ما رح تقدرون تلحقون. فالمعطيات موجودة، وهذا شنو يدل عليه؟ يدل على أهمية الإعطاء الإبداعي، ويعتبر يعني منفذ لمنتجي المحتوى ومصدر لبناء هذه الصناعة الهامة أو الاقتصاد الإبداعي نسميه. طبعاً هذا أيضاً يعتبر مرجع ومصدر للترويح والتحريك الفكري. ولما أرد أنظر للأرقام دكتورة، وهذه من دراسة أجرتها مؤخراً مجموعة البنك الدولي بالتعاون مع صندوق المشاريع الصغيرة المتوسطة، أشوف أن بالفعل ترى مجال الإبداع، أو بالأخص العاملين بمجال الصناعة الإبداعية، عددهم أكثر وأكبر حتى من العاملين بقطاع الأغذية والمشروبات الـF&B. تحديداً يعمل 35 ألف شاب وشابة في قطاع الأنشطة الإبداعية، ويولد هذا القطاع منتجات وخدمات بمئات الملايين من الدنانير الكويتية، وهو من أكبر القطاعات الغير نفطية بالكويت تحديداً. شنو معناتها؟ شنو معناتها الأرقام هذه كلها؟ لما اليوم أفكر بتنمية الكويت وباقتصاد الكويت، لازم أنظر لها الصناعات الإبداعية، لازم أنظر لها القطاع المعروف بالاقتصاد الإبداعي أو الصناعات الثقافية، أنظر لهم كمحرك أساسي ورئيسي لخلق فرص عمل جديدة وتنويع مصادر الدخل للبلد. فمن خلال هذه المساحة وهذا الاقتصاد، يتم تغذية الصناعات المساندة وتحريك المنظومة الإدارية واستقطاب الكفاءات والاستثمارات وجذب السياح، اللي دائما احنا نقولنا بنكون بلد سياحية. ترى هاي الطريقة، وطبعا غيرها من أمور تنمي الاقتصاد وتدفعه للأمام. ومهم جدا أذكر ذلك دكتورة، أن لما نساهم في هذا القطاع وإن شاء الله نبني يعني نبني بالطريقة المرجوة، ترى إحنا قاعد نبني حضارة ومجتمع، ونوثق ماضينا وحاضرنا، ونرسم المستقبل من خلال هذه الأمور، ونرى إن شاء الله بناء هويتنا الشخصية والوطنية والمجتمعية والتوعوية. ويعني باختصار إحنا قاعد نبني إنسان متكامل بجميع مكوناته الفكرية والثقافية والأدبية. وأخيراً يعني مهم أذكر هذه النقطة، إذا إحنا عززنا هذا القطاع، وليش أنا اليوم أعمل بهذا القطاع وبكل شغف، لأن أنا عارفة وأتوقع أن كل إخواني وإخواتي الموجودين معنا اليوم بهذه المساحة يعلمون تماماً أهمية إثراء الصناعات الإبداعية لوسيلة أساسية نقدر من خلالها نعمل على تبادل فكري، ونعمل من خلال عمل جماعي أو collaborations يطور قدراتنا كأفراد ويبني المجتمع يعني وينميه ويقدره أنه يقدر يعبر على نفسه من خلال الارتقاء بالحوار، ويطور مهارات أفرادنا أفراد المجتمع. فتخيلوا لو نسقط هذه الصناعات الإبداعية، شنو اللي ممكن يصير نتيجة هذا الارتقاء على الصعيد الشبابي، على الصعيد التعليمي، وحتى على الصعيد السياسي من الناحية التوعوية والتشاركية والتمثيلية. فباختصار، لا معنى لتقدم أي مجتمع ما لم يملك قطاعا إبداعي متكامل ريادي متطور يقوم على صناعات ثقافية وحقيقية مبنية على أسس الإبداع والابتكار لتسهم بشكل واعد وفعلي في الاقتصاد العام. فشكراً دكتورة على إعطائي هذه الفرصة، بس لي أعطيكم وجهة نظري في هذا بهذا المجال، اللي دائماً أنسأل أنت ليش قاعد تركزين على هذا المجال؟ أنا أركز على هذا المجال
لأن ماكو خيار آخر. أنا أحب أبني في مكان إحنا تركناه من زمان، فما أحب أبني من الصفر، أحب أبني من مكان إحنا ندري إن إحنا مميزين فيه، وإحنا نعلم تماماً دور ومكان دولة الكويت على جميع الأصعدة، لما نتكلم على خصوصاً الثقافة والإبداع. فنتمنى إن من خلال هذه المساحة ومن خلال الأيدي شباب الكويت المبدعين من الجنسين إن نقوم بإعادة بناء هذه المنصة الإبداعية وإثراء المساحات اللي تساهم في بناء هذه المنصة، ونطمح بإذن الله تعالى إن نكون مساهمين مساندين لكل من يريد أن يعمل في هذا المجال. ويعطيكم العافية وعساكم على القوة. الله يعافيك، مشكورة الشيخة الزين على كلامك الطيب. طبعا أنت مصدر إلهام للعديد من الشباب، وأنا وايد أحس نفسي محظوظة أن صار لي فترة عملت معك، وكل الشباب اللي صراحة يعملوا معك حتى اللي لاقونك دائما يذكرونك بالخير، مشكورين دائما على وجودك. مشكورة. الحين ننتقل مع ضيوفنا من البنك الدولي. بالبداية نرحب بالدكتور سامع السحلتي، راح يحدثنا شوية عن أحد ريبورتات البنك إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا دكتورة فاطمة المساوية على هذه على هذا التقديم. صاحب السمو الشيخ صباح الخير محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، صاحب السعادة معالي الدكتور يوسف الإبراهيم مستشار ديواني الأمين ورئيس منطقة كافو. أولا بداية أحب أشكركم على هذه الدعوة الكريمة للمشاركة في ملتقى كافو الرابع، وعلى وجودي مع هذه الكوكبة من المتحدثين في الجلسة الافتتاحية. وأعتذر مقدما عن تقديمي كلماتي باللغة الإنجليزية، حيث قد عددتها سلفا باللغة الإنجليزية، فمعذرة لهذا. وزي ما دكتورة فاطمة تفضلت، أنا هتكلم عن تقرير رأس المال البشري اللي أصدره البنك الدولي مؤخرا. So let me turn into English, if you don't mind. As we all know, human capital is critical for economic growth. Actually, a World Bank report on the changing wealth of nations estimated that 2/3 of global wealth comes from human capital accumulation. The World Bank then developed the Human Capital Index that measures how much health and education a child born today will attain by age 18. The Human Capital Index has three components. First, survival. Will a child born today survive to age 5? Second component is schooling. How many years a child is expected to spend in school and how much learning he or she will obtain. And the third component is health, and that has two measurements, stunting and adult survival rate. So what is the status of the Human Capital Index in the Gulf countries, including Kuwait? In 2020, a child born today in the Gulf will attain only between 56 and 67% of his or her full health and learning, and therefore potential productivity by age 18. Over the last decade, when we measured human capital index between 2010 and 2020, 5 GCC countries have improved their human capital index scores. Kuwait more or less remained at the same level. And globally, the human capital index for all the Gulf countries was lower than countries with comparable income, which are the high-income countries. Now, let me talk quickly about the challenges that affect the human capital index in the Gulf. And it all starts at early stage, at early age. As we know, good nutrition, healthy diet, early education, and socio-emotional stimulation
are critical for brain development and for building human capital. All the brain sensory and learning pathways, as well as the higher cognitive functions, all of these develop in the first 2 years of life. So early child education is critical. Yet, pre-primary enrollment rate in the Gulf is relatively low. For example, it is only 60% in Kuwait, while it is 83% in high-income countries. The second challenge is learning. On average, the Gulf countries lose 4 years of schooling due to poor learning outcomes. In Kuwait, for example, a child is expected to stay 12 out of 14 years in school, which is not that bad. However, he or she only learns the equivalent of 7.4 years. It is also worth noting that girls outperform boys in learning outcomes, as girls expect to learn 8.1 years versus 7.1 years for boys. This is a full 1 year of learning that girls have more than boys. The third challenge is health related, specifically adult mortality. On average, non-communicable diseases caused 76% of total death in the Gulf, and in Kuwait, it is 80%. In fact, one in six adults die prematurely just from four non-communicable diseases. That means that the economy is losing 16% of its productive labor force due to premature death, which can be prevented, actually, because, as we know, the risks associated are mostly modifiable behaviors, such as unhealthy diet, smoking, lack of physical activity, and overweight. The fourth challenge is related to fully utilizing the existing human capital. And for that, we added employment rates to the human capital index. And by doing this, we found out that the basic utilization rates of human capital is about 73% on average for the Gulf, meaning that one fourth of the human capital is not fully utilized, which is also the case for Kuwait. More importantly, is that the utilization rate for females is much lower than males. For example, in the case of Kuwait, it is 47% for males, which is a reduction of 13%, while for females, it is only 29%. This is a reduction of 52%, even though girls outperform boys in the field. So there is already a huge untapped human capital there by tapping more into the female labor force. Let me now quickly share with you the strategic pillars that the Gulf countries need to consider in order to accelerate human capital formation. First, the first pillar is to build human capital by investing in early childhood development, by ensuring that all children have a strong start in life, prioritizing public investment in the early years. This is a public good that the government should invest in. Build foundational skills for school preparedness and future learning. The second strategic pillar is to prepare youth for the future by improving learning outcomes with focus on skills and not just credentials and degrees, linking education outcomes to labor market needs, and reducing health risks of non-communicable diseases among the youth. Most of these behaviors start at early age, like smoking and unhealthy diet. The third strategic pillar is to better utilize human capital by emphasizing lifelong learning, increasing female labor participation in the labor force, and reducing the skills mismatch of the labor force. And the final strategic pillar is to enable human capital by creating an environment for a productive human capital and creative human capital by increasing value for money. For example, spending on health and education is very high in the Gulf, but outcomes are low. Adopting a multi-sectoral approach to human capital. This is not the responsibility of just one sector. And aligning social and political interests and changing norms and behavior, as these reforms need the buy-in of the community. Let me conclude by emphasizing that Kuwait
has the financial resources and a young innovative population that is full of potential, which with the smart investments will further accelerate human capital formation to achieve the new Kuwait Vision 2035. Thank you very much for your attention. شكرا دكتور على إضافتك المميزة، وأنا أحب أقول أن البنك الدولي دائما يحرصون أن يشاركون معنا، وعندنا أكثر من متحدث منهم. إن شاء الله الحين راح تتطرق للأستاذة زينة عفيف، راح تكلمنا شوية عن بعض المستجدات وبعض المواضيع اللي مختص فيها البنك الدولي. Good afternoon. If it's okay, I will be speaking as well in English. So, Your Excellencies, Mr. Prime Minister, Dr. Yusuf Al-Ibrahim, Dr. Khaled Mehdi, Dr. Fatima Al-Musawi, and honorable participants, may peace be with you. My sincere appreciation to Dr. Fatima Al-Musawi and CAFU for inviting me to participate in such an important forum that brings together the brightest, innovative, and passionate youth in Kuwait. It is my honor to be amongst distinguished speakers that to share with you the latest global trends in behavioral science. For those of you who may not be familiar with the field, behavioral science is not new. It brings together the latest insights from psychology, sociology, anthropology, neuroscience, and economics with the goal to improve the decision, the design, and implementation of public policies and programs. It is estimated today that there are more than 300 units in government departments around the world, from United States, Australia, Singapore, to the GCC countries, including Kuwait, that are using behavioral science. Organizations such as the World Bank, United Nations Development Programme, European Commission, and World Health Organization have also established units. It is our honor to be working closely with the General Secretariat of the Supreme Council for Planning Development and their Kuwait Public Policy Center and Kuwait Policy Appraisal Lab in integrating behavioral science in the design implementation of public policies in Kuwait. Most public policies are designed with the assumption that individuals will process all information provided to cost-benefit analysis. They are going to make decisions that are best for themselves without considerations of their environment and others' behaviors. What behavioral science tells us is that most of us use mental shortcuts to make decisions, especially since we have each day to make more than 1,000 decisions. That we are very much influenced by what people around us do and what we think they expect us to do. And that we also think with mental models that filters how we interpret the world and understand the events around us. The field successfully brings the rigor and critical approaches of academia to the realities and adaptations policymakers face on a daily basis. It also applies a human-centered lens to see the journeys the different stakeholders will experience, from beneficiaries of a program, citizens, to program implementers. It identifies the psychological, social, structural, procedural barriers that individuals may face and provide evidence-based solutions to reduce these barriers and deliver more effective and efficient policies and programs. And thanks to the rigorous and experimental approach, today there are thousands of examples from around the world of how behavioral science is improving public policy, from increasing education outcome, reducing friction of job search for youth, women, and those unemployed, and maintaining healthy lifestyles and switching to more environmentally and friendly behaviors. I will go over some of the key trends in global science and behavioral science today. One of the most important ones we are seeing today is the support it is providing to tackling the coronavirus crisis. The health crisis we face today with coronavirus demonstrates itself why we need to bring behavioral science into public policy. World Health Organization stated, behavioral insights are valuable to inform the planning and appropriate pandemic response measures.
And until now, as we have witnessed, all coronavirus prevention methods are behavioral ones, whether to convince people to wear masks, maintain social distance, wash their hands properly, or to get tested. We are witnessing that in different contexts, how people will react is not solely dependent on the information provided and mandate established, but on how psychological and social factors, such as how we perceive and process risks, how people around us behave, and how much we trust government, health worker, and science is going to affect how we behave. Behavioral scientists, experts, health experts, and policymakers from around the world have joined through a number of forums and networks to share their knowledge. Countries are conducting rapid experiments to test how to promote effective behavior change to reduce the drastic impact of COVID crisis on the economy, health, and people's lives. And as countries begin rolling out the coronavirus vaccines, behavioral science practitioners are focusing on encouraging vaccine take-up and ensuring it is easily and fairly accessible. This can be done by creating an enabling environment where vaccines are easily accessible, by leveraging social influences through individuals that communities identify with and trust, and by ensuring that there is an open and transparent communication around the uncertainties, risks, benefits, and safety of the vaccine. This would lead to one of the greatest resources that we will have in the future to tackle future health crisis. A second important trend is that we are seeing great progress in areas such as combating climate change by looking at ways to reduce the complexity, abstract, and remote nature of the problem and reducing the friction to change and making it actionable and personal behavior. But we are also seeing behavioral science in complex areas such as social cohesion, women's empowerment, reduction of conflict and inequalities. A third important trend is increase of use of behavioral science in large-scale programs. We are moving away from doing small pilots and rapid experiments to also integrating behavioral science experimentation in large-scale programs that encourage changes in daily lives habits, such as starting and sticking to exercise routines, eating healthy, and driving safely. The fourth important trend is that behavioral science is also evolving and is converging with other important disciplines, such as design, data science, artificial intelligence, and virtual reality. Finally, an important trend we're seeing right now is the use of behavioral science on policymakers themselves and policy, also program implementers and frontliners. Because just like everybody, we also have our own biases and we are also influenced by different issues such as the environment, people around us, that affects how we are able to design and implement programs themselves. These are very important times for the field, and our hope is that as countries and governments integrate behavioral science in their policy development cycles, this would lead to better program and policies that improve everyone's lives. My sincere thank you for this opportunity. I wish you all a blessed and safe new year and a successful forum. Thank you. شكرا استاذه زينه على كلامك. واحنا طبعا احد المواضيع اللي اخترناها حق مجتمع السياسات العامه هو علم السلوك، فان شاء الله راح ناخذ فيديو صغير وبعدين ننتقل لمجتمع السياسات وتتعرفون اكثر على المواضيع والمتحدثين. خليكم ويانا. يا حبنا ما شفنا مثلاتك أبد، يا كويتنا أنت العزيزة للأبد، يا غالية يم الرجال المخلصين، يا عالية نور الأمل يا ضي الجبين، يا فخرنا لما ينادينا الفخر، يا عمرنا يا عمرنا يا أغلى من كل العمر،
يا أغلى دار، يا أغلى دار. كويتنا يا أغلى دار، انت نبض قلوبنا، انت نور دروبنا، انت نبض قلوبنا، انت نور دروبنا. وسط القلوب يا كويتنا، ملت المطلوب هنيئة لك، ملت المطلوب يا دارنا يا دار، يا دارنا يا دار، يا منبت الأحرار، يا دارنا يا دار. العرض هادي وطني، عزمت أنا أبني الكويت، هو بلد هذا الوطن نغيب. الكويتنا يا حبيبة يا علي دم خير، والدوم فرحانة يا أرضنا يا الطيبة، من عندنا غير وبحضنا يرعانا. يا وطن لك من يحبك، يا لك من يودك، لك من يحبك، لك من يودك، كلنا نحبك. رسالة من ممثلي مجتمع السياسات العامة، بما أن الإنتاجية تبعث السعادة والرضا والشعور بالإنجاز، ومعدل إنتاجية الموظف الحكومي في الكويت هي من الأدنى عالمياً، ويمكننا رفع الإنتاجية عن طريق استخدام أدوات بسيطة، صمم مجتمع السياسات العامة هذا التعهد، وهو إعداد قائمة مهام يومية كل صباح لإنتاجية أفضل. راح نجمع التعهدات ونعرضها في ملتقى كفو السنوي الخامس، لأننا نطمح للأفضل، خلونا نتعهد مع بعض.
حياكم الله جميعا. والحين راح نبدي جلسة مجتمع السياسات العامة مع سفير مجتمع السياسات العامة الأستاذ عبد الرحمن لدعيج. حياك الله عبد الرحمن. الله يحييك دكتورة. مساك الله بالخير. الله يخليك. مساكم الله بالخير جميعا، ويعني أشعر أمانة بالسعادة بتواجدي معاكم، ويعني بالمداخلات اللي كان فيها إثراء كبير من المشاركين والضيوف، اللي أنا أعتقد مداخلاتهم كانت للأمانة ما فيها يعني بعد كثير عن النقطة اللي اليوم نركز عليها إن شاء الله بالحديث مع ضيوفنا على مجتمع السياسات العامة. واليوم أنا يمكن أظهر معاكم كسفير لمجتمع السياسات العامة، اللي طبعاً في المبدأ راح نركز فيه تحديداً في هذه السنة إن شاء الله على فكرتين أساسيتين. الفكرة الأولى طبعاً إحنا راح نتكلم على علم السلوك، وأنا أعتقد الإخوان والأخوات اللي كانوا مشاركين من البنك الدولي يعني كان عندهم أيضاً مشاركة جداً قريبة من ما تم ما سيتم الحديث عنه طبعاً في هذا المجتمع. وأيضاً على النقطة الثانية هي المواطنة الرقمية. طبعاً يمكن أعرفكم عن نفسي، معاكم أنا أخوكم عبد الرحمن لدعيج، سفير لمجتمع السياسات العامة. أنا يعني متفرغ للعمل في المجال الاستشاري والمالي، واللي هو طبعاً أنا أعتقد تأثر بشكل مباشر يمكن في السلوكيات الجديدة اللي إحنا كنا يمكن نركز عليها أو اللي ظهرت معانا في جائحة كورونا، سلوكيات العمل عن بعد، يمكن لبس الماسك، طريقة نقول عدم، فصار في ابتكارات جديدة ومنتجات جديدة يعني أدت إلى يعني تغيير السلوك العام اللي موجود. وهذا الأمر يعني في طبيعة الحال يمكن حتى اليوم إحنا الملتقى هذا أول ملتقى إحنا نشتغل فيه بطريقة رقمية أو نتكلم عن طريق عبر الأثير أو عبر الإنترنت، وهذا إحدى يمكن السلوكيات اللي إحنا الآن قاعدة تتقدم وتتطور يعني نقول معنا. طبعاً أنا اليوم أشعر أيضاً بالفخر، يعني عندنا اليوم ضيفين لهم ثقل في تخصصاتهم وفي مجالهم، راح يكون إن شاء الله لهم أيضاً مشاركة ويانا، راح نتناقش بشكل أو بآخر عن اهتماماتهم، نبدأ عنهم بشكل أو بآخر. طبعاً في البداية يمكن أتكلم عن الدكتورة حصة العجيان. طبعاً الدكتورة حصة العجيان حاصلة على دكتوراه في التمويل من جامعة سيريا كيوز، وتحاضر بجامعة طبعاً الكويت حالياً، وباحثة زائرة بجامعة لندن للاقتصاد والعلوم والسياسة. تقود حالياً يعني هي مشاريع بحثية لتحليل الإصلاحات من ناحية نقول الدعم في دولة الكويت، وتشمل طبعاً اهتماماتها البحثية في التمويل السلوكي، وهذا هم بعد يعني كلام أعتقد نقدر اليوم نربط فيه الجانب جزئية اليوم يمكن التمويل وكيف التمويل ممكن أنه يؤثر على سلوك الأفراد في السياسات المالية طبعاً بشكل عام لدى الدول ودول أيضاً مجلس التعاون. النقطة الثانية طبعاً عندنا ضيفنا الآخر الأستاذ علي العنزي. طبعاً أستاذ علي العنزي يعني شهادتي فيه مجروحة، يعني من الزملاء نقول اللي صار لهم يعني فترة الآن هم معانا، هم أيضاً من العناصر الفعالة في برنامج كفو التابع للديوان الأميري، طبعاً متخصص في تكنولوجيا المعلومات، متخصص بالشبكات ومهتم في الأمن الإلكتروني والسياسات في الأمن السايبيري. وهذا أعتقد يمكن إحنا ما نتكلم اليوم كثر ما تقدمنا احنا في الحياة وانتجنا يمكن منتجات رقمية يظهر معها نقول بعض المشاكل ووضع الثغرات، فنحتاج ناس متخصصين مثل الأستاذ علي لدراسة هذه الثغرات وتطوير طبعا المصدات وتقليل نقول الاختلالات اللي قد تصيب في عملية نقول التواصل والتداخل الإلكتروني. فيمكن اترك المجال الآن حق الضيوف. الدكتورة حصة اعتقد هي الآن معانا. طبعاً أتشرف بالدكتورة حصة، إذا بس تعطينا يمكن نبذة بس بسيطة عن نفسك تعرفينا في حضرتك، ونتكلم طبعاً بعدين يمكن بشكل أو بآخر عن المواضيع المرتبطة في مجتمع السياسات العامة، وندخل طبعاً في تفاصيل تحديداً فيما يتعلق يمكن أيضاً في الأريا اللي هو علم السلوك، يمكن الأريا اللي أنت أيضاً متخصصة فيها اللي هي التمويل السلوكي. Thank you.
ما أدري إذا الدكتور حس الصوت. أعتقد نحتاج نشيل الهوست بس نشيل الأنميوت. تمام. السلام عليكم جميعا وشكرا لمنظمين كفو على الاستضافة. ودي اليوم أشارككم كذا تجربة في مجال السياسات العامة لعل يكون فيها فائدة للمتابعين. طبعا أنا مجال اهتمامي من ناحية البحث والتمويل والاقتصاد الاثنين، وفي الآونة الأخيرة ركزت بشكل كلي على موضوع الإصلاحات المالية والاقتصادية في الكويت. في سنة 2014 بديت برنامج الزمالة في لندن سكول اوف ايكونومكس اند بوليتيكال ساينس، وفي نهاية 2014 بالضبط كان سعر النفط جدا عالي فوق ال 100. على آخر السنة وخلال شهرين من 100 وشوي نزل لـ almost النص، فهني بديت أشعر بالقلق، القلق على مستقبل الكويت، القلق على جيلنا، على الأجيال القادمة. فبديت أفكر شلون إحنا كدولة نقدر نخلي اقتصادنا مستدام، لأن بالوضع الحالي الاقتصاد غير مستدام. فأول ورقة اشتغلت عليها كانت بعنوان Treating the Oil Addiction Proposals for Economic Reforms، تناولت قائمة من الحلول بشكل عام للتعامل مع العجز المالي، منها الدين العام، منها ترشيد الدعوم. هذه كانت في سنة 2016. في سنة 2017 بلشت مشروع جديد وهو عن ترشيد الدعوم في استخدام العلم السلوكي. So, تعاونت مع دكاترة متخصصين في العلم السلوكي في لندن سكول اوف ايكونومكس، بحيث ان احنا نلاقي ما يسمونه the nudges، الوكسات، وكسة بالعربي، وهدفها تغيير السلوك للأفضل. ومسكنا القطاع الكهرباء السكنية ونحاولنا ان نلاقي له طرق معينة أو وكزات بحيث أن تشجع المستهلكين على أن يقتصدون في استهلاككم، والاقتصاد في الاستهلاك يقابل توفير في الميزانية للدولة. هذا كان في سنة 2017، والحمد لله يعني الورقة طلعت ريسنتلي، تقدرون تقرونها. وقبل أسبوعين بالضبط اشتغلت مع نخبة من زملائي الأكاديميين المتخصصين، كلنا احنا 29 دكتور ودكتورة من كلية العلوم الإدارية، على ورقة اقتصادية بعنوان قبل فوات الأوان، رؤية اقتصادية شاملة لتصحيح المسار. وأتمنى أن تطلعون عليها وتشاركون فيها أي مهتم، بحيث أن نخلق حوار وطني ومع بعض إن شاء الله نقدر نغير للأفضل. بالنسبة حق الكفو، شنو أتمنى من كفو؟ طبعا أول شيء أتمنى من جميع أصحاب المشاريع الصغيرة اللي قاعد يتابعونا أن يشجعون الطلبة والطالبات في المعاهد ويشغلونهم في مشاريعهم، بحيث أن يحفزونهم على الإبداع، على أخذ المخاطر، لأن المشاريع الصغيرة جدا مهمة في عجلة الاقتصاد، خصوصا الشباب الحين قاعد يتابعونا وعلى مسمع. الشغلة الثانية اللي أيضا أتمناها من كفو أن أي متخصص في مجاله، سواء في البيئة، سواء في السياسة، سواء في الإبداع، أتمنى أن يطلقون رؤى مشابهة لرؤية قبل فوات الأوان، بحيث أن هي تغير للأفضل، تصحح المسار، سواء المسار البيئي أو المسار السياسي، المسار الإبداعي. جهودنا مع بعض هي اللي راح تغير الكويت للأفضل. نصيحة حق الشباب، المستقبل قدامنا في تحديات وايد، وأنتوا اللي تقدرون تصنعون مستقبل أفضل للكويت. فحاولوا تغيرون في مستوى قدرتكم، يعني لو تغيير بسيط مثل أنك أنت تستغني عن البلاستيك بالجمعية، هذا ترى راح يسوي إمباكت قوي. وشارك التغيير اللي أنت قاعد تسويه، شارك فيه الآخرين، بحيث أنهم هم يتأثرون، ومع بعض أنتوا كلكم راح
تأثرون على الثقافة العامة، السياسة العامة، وإن شاء الله يصير قانون أفضل يزيد من رفاهية المجتمع، يزيد من ثقة المواطنين، ويرفع من مكانة الكويت على بشكل عام بين الدول. فهذا اللي ودي أقول لكم إياه اليوم. الله يخليك العافية دكتورة. دكتورة أنا يمكن أكون متحيز حق الكلام اللي قاعد تقولينه، لأن إحنا يمكن تخصصاتنا متشابهة، اثنينات يمكن إحنا متخصصين في مجال التمويل، واللي تفضلتي فيه يعني فعلا أعتقد أساس ممكن ينطلق منه جميع المجتمعات. أنا أعتقد إحنا كمجتمع فينا يعني تميز أساسي، لأن السلوكيات اللي إحنا قاعدين نتكلم عليها هي الأصل اللي إحنا ممكن ننطلق منه في تحريك نقول الاقتصاديات من حوالينا، سواء طبقنا الفكر هذا على مستوى ريادة الأعمال أو على المجتمعات المهتمة في البيئة أو الرياضة، أو نتكلم على أي يعني مجتمع من المجتمعات الموجودة. فبالعكس يعني مثل ما أنت تفضلتي، نشد إحنا إيدنا بإيد طبعا الشباب والبنات اللي هم يعني يكون عندهم أيضا نقول نظرة تحوطية للمستقبل والمتغيرات اللي قاعدة تصير من حوالينا. وأنا أعتقد هذا الأساس إن إحنا نكون واعيين بمجريات الأمور ونطور سلوكياتنا بما يتناسب مع حاجة التغير بالمرحلة القادمة. جدا شاكر لك على مداخلتك، ويعني ويمكن بعد الآن يمكن هم بعد نثري النقاش بضيفنا من البنك الدولي الدكتور إسماعيل رضوان. طبعا الدكتور يعني غني عن التعريف، كبيره اقتصاديين في مجموعه البنك الدولي لدى يعني مجلس التعاون الخليجي، وعمل يعني يعمل بشكل مباشر في تنميه الاقتصاديه واستراتيجيات النمو وتطور ايضا القطاع الخاص. انا اعتقد ايضا الدكتور يعني ياتي من خبره ايضا اكاديميه ثقيله في مجال الاقتصاد من جامعه اوكسفورد، وحاصل ايضا على البكالوريوس والماجستير في الاداره الحكوميه من جامعه بنسلفانيا. فنرحب طبعا في الدكتور اسماعيل رضوان، اضافه كبيره للملتقى اليوم، وانا اعتقد يعني راح ايضا يكون في اثراء كبير من 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 حضرته في المواضيع اللي قاعدين نتكلم فيها اللي هي علم السلوك وايضا المواطنه الرقميه. بسم الله الرحمن الرحيم. حياك الله دكتور. إذا تعرفنا بس عن نفسك دكتور بنبدأ بس بسيطة، الله يعافيك. أنا اسمي رضوان، اقتصادي بالبنك الدولي. كنت مقيم في الكويت خلال السنتين الماضية. إذا كان ممكن أفضل أكلم إنجليزي. If I can share my screen please. Let me just say thank you very much to Dr. Fatma Moussaoui and Safir Kafu Abdurrahman Duej. Thank you very much for the invitation. Good evening, ladies and gentlemen, and distinguished guests. I would like to talk to you today about public policy for innovation and focusing on the Kuwait. First of all, I want to start with what is knowledge and what is innovation? So knowledge, very simply, is the ability to do something. You need to know how to produce something, how to make something. And innovation is taking that knowledge and turning it into something useful, useful product or a process. I'm not sure if you can see my screen. Can you see it now? Can you reshare? You are made a co-host now. So if you can reshare your screen. Can you see it now? Not yet. All right. Well, let me try and do it without the slides then.
I want to say, first of all, knowledge is very important, and it always has been for Arab countries. As the hadith of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Utlub bil ilm walaw fi sin," which could be translated as "seek knowledge as far as China." So why did he say seek knowledge as far as China? Because that's where the end of the world was known. We only knew as far as China. So what he meant was seek knowledge everywhere in the world. Knowledge is the most important thing in terms of development. Korea was once the poorest country in the world, with less than $300 per capita income per year. It's now as rich as Kuwait, despite having no oil, no resources. And the difference is the amount of knowledge that they have accumulated and how that knowledge has been put to use in their economy. You may have heard that we are living in the fourth industrial revolution. The first one happened with the steam engine in 1784. 100 years later, we had electrification. Electricity made another industrial era. The third was when computers arrived in the 1960s and 70s. And now we are living in the fourth industrial age of artificial intelligence. We have all sorts of new technologies around us. Artificial intelligence, we have the Internet of Things, we have robotics, we have drones, we have blockchain technology, we have genome technology, and all of these are changing the ways that we live and the ways that we do business. They're having profound effects on us. You may have heard of Moore's Law, which is every 18 months, computer power doubles and a cost halves. I wanted to show you a slide that had the introduction of the first IBM disk drive, which was in 1950s. It was a 5 megabit disk drive, and it was the size of a whole room. Nowadays, for 20 or 30 KD, we can have a flash drive that fits in your pocket that can carry 1 terabit of data. They say that if the car industry had developed in the same way that computer technology had, you would be able to buy a Rolls Royce for 50 fils and fit 12 of them on the head of a pin. So that's the kind of innovation that we've seen. We all know that 1,000 years ago, the Arab countries were the most advanced technologically. Why is that? And I think it was because we had the Hajj. So every year, all of the Muslims from around the world would gather in one place in Mecca. And as they were going around the Kaaba, they would talk to each other. They would exchange ideas, knowledge, innovations. How is agriculture done in your country? How are buildings erected in your country? People would get together in one place. They would share all of these stories, and then they would go back to their respective countries with that knowledge. And you have great centers of learning popping up in the routes towards Mecca, in Cairo, in Baghdad, in Damascus. And I think nowadays, in those days, people learned Arabic so that they could learn science, because all of the scientific literature was in Arabic. Nowadays, we have the internet. It puts us together. And most of the knowledge is in English. And that knowledge is growing exponentially. In every second, 100 hours of video are uploaded to YouTube. We know that innovations in energy are bringing down the prices of solar technology, of lithium ions. We know that this technology is halving every few months. We know that people are going to start driving electric cars in an exponential way. So we know that the future for the carbon industry, the future for oil exporters like Kuwait, is limited. 94 countries out of the signatories to the Kyoto Protocol have zero emissions targets by 2030 to 2050, including China, which has signed up to zero emissions by 2050. This is important. We also know that we have tremendous innovations in biotechnology. We're going to be creating new materials from biological products, rather than plastics or derivatives from petrochemicals. In the healthcare area, we know that genome sequencing revolution has really gone ahead
far quicker than we could ever imagine. The first genome was sequenced in around 2000, and it cost $300 million. Nowadays, you can have your genome sequenced for less than $100. So if you want to, you can spit into a tube and send it off over, in the post and find out who your ancestors are by genomic analysis. Nowadays, innovation is wealth. When we look at the 1970s, we found that most of the wealth was intangible assets, things like buildings, cash, bonds, inventory, goods. That was most of the wealth. Nowadays, that's only 10% of the wealth on the stock exchange. 90% of wealth is in what we call intangible assets, patents, software, data. Just earlier this week, Airbnb, I hope you all know it, was floated on the stock market with $100 billion capitalization. It is now worth more than Marriott, Hilton, and Hyatt put together, the three biggest hotel chains in the world. And yet, they don't own a single hotel. They don't have a single room. It's all intangible assets. So that's why we call innovation the new currency. So how is Kuwait doing in terms of this race to increased innovation? Kuwait has registered less than 80 patents since 1998, compared to Huawei, which has filed more than 5,000 patents in last year alone. Unfortunately, we know that in Kuwait, we have no universities in the top 500 in the world. Kuwait University is the best in Kuwait, and it's around about 1,000. In the world, depending on which ranking you look at. So I want to leave you today with a few ideas on what we can do in Kuwait. The first is about attracting talent. We need to attract the very best and brightest to come to Kuwait. More than 50% of Silicon Valley startups have one or more immigrants as a key founder. A very good example of this is the BioNTech firm that created the coronavirus vaccine. Two Turkish immigrants to Germany created that company, now worth billions of dollars. We need to have an open culture. Think back to my picture of the Hajj. Sorry, you didn't see it, but I had one. Everybody coming together in one place from all around the world, different ideas. That's what we need in Kuwait, this open culture and highlighting entrepreneurs as role models rather than having our youth aspiring to jobs in the public sector. We need to reorient our SME fund. It's the biggest in the world. It can have a tremendous impact to support young people in the innovation sector. I think the other thing we need is we have the ideas in academia and we have the products in the private sector. We need to bring them together. We need to develop ideas into products. We need to have people in the private sector teaching in academia so that the youngsters have the skills that they will need when they get back into the workplace. And it starts very early. The Estonian government has a program that teaches coding to seven-year-olds. That's when we have to start, really at the primary level, inculcating the youth of tomorrow with the ideas up for the future. And finally, we need to promote diversity and inclusion. I think it's very sad that the recent elections in Kuwait resulted in no female members of the parliament. That's really a way that we will not only exclude 50% of Kuwait's population, but we will exclude the highest educated part of the population. We know that females are better educated on average. They have more schooling than males in Kuwait. I think it's time that we push forward on this gender equality and inclusion. Ladies and gentlemen, thank you very much. My slides didn't work today, but I hope that you've got enough from my description. And thank you very much. It's been a great honor to talk to you tonight. Thank you. Thank you very much, Doctor. I'd like to just maybe highlight some of the linkages that I was able to basically see throughout the discussion that you have just mentioned. Looking at the three pillars that, back to the part where Dr. Sameh contributed to the forum,
He mentioned that there are three strategic pillars that we need to focus on. The first one would be the early childhood, basically, investments. The second one would be is the preparing the youth for the labor, basically, market. And the third one would be creating productive human capital. I mean, if you look at those three pillars, they mainly intersect with the ideas that you just highlighted, Doctor. In regard of attracting talents, I believe CAFU is a program or basically a contribution or a community, if I would be saying. That is the meaning behind it, is to attract talent, to bring people around the world from different basically backgrounds, different academic also basically interests, and bringing them all together to share some ideas and share some of the main areas of focus that the world is basically moving towards. And this is something that I believe also it's a micro maybe forum, but it had basically made a major impact with the very small maybe team in terms of the volunteers that we have. People, they come and contribute in order to basically bring up the light towards the vision that we have in the upcoming basically future. The second one, we are opening cultures, which is something that I believe it's impacting even the behavior and the way that we interact with each other. And this is something coming from the public policy, basically also community. The public policy is focusing on the behavioral basically science and how we can develop positive behavioral science towards what we have in mind for the upcoming basically requirements of Kuwait Vision. If you see the Kuwait Vision 2035, it is focusing on the SME, on the youth, on young people, in developing and developing them and interacting with them. And this is also coming from التعهد, if I would say, التعهد, if I would like to be highlighting about it. التعهد, نحن اليوم, we need to come up with a list, very positive list. التعهد اللي قاعد نتكلم عليه, نحن فعلا نبي نتعهد, نحن, we write down every morning some motivational basically statements that would enhance الانتاجيه او enhance the productivity, which is the case of the third basically pillar of what the strategic from the third pillar of from what the World Bank just mentioned in creating a productive human capital. And this is a behavior that we need definitely to change. If I'm going to be linking this basically discussion, going to staff Ali Al-Anzi to focus on النقطة المهمة في المواطنة الرقمية. المواطنة الرقمية أنا أعتقد صارت مسؤولية اليوم. في قانون عندنا مو كل شيء تحطه أونلاين ما راح تتحاسب عليه. اليوم أنت إنسان مسؤول عن الجهاز اللي عندك, أنت إنسان مسؤول عن المحتوى اللي تنزله, أنت إنسان مسؤول عن ما تطلع عليه. فبالتالي إحنا اليوم عندنا مسؤولية جدا كبيرة اتجاه مجتمعنا, اتجاه أنفسنا كمواطنين, وكيف نحقق أعلى وأمثل مستويات المواطنة من ناحية رقمية من غير ما نتعدى حدود, وبنفس الوقت بالمحافظة على الحرية والمحافظة على قدرتنا على التواصل باختلافاتنا واختلافات نقول تخصصاتنا واختلافات أيضا ثقافتنا, اللي أنا أعتقد هي الأفكار الأساسية لأي مجتمع يحس أنه لازم يتقدم, أنه طبعا لازم نركز عليها. اليوم أترك لك المجال الدكتور أستاذ علي, كيف نحقق أعلى مستويات المواطنة بدون ما يعني نقول نتعدى الحدود اللي احنا يمكن للحين قاعدين نحاول ندرب انفسنا عليها ونبني سلوكيات صحيه تساهم على بناء المجتمع وبناء الفرد وبناء ايضا التخصصات المختلفه. حياك الله عبد الرحمن, ومشكور واشكر الاستاذ اسماعيل من البنك الدولي والدكتوره حصه. انا سعيد جدا بالمشاركه في مجتمع السياسات العامه. مثل ما قلت تماماً بالضبط, هذا المفروض أنك تحرص على شخصيتك, تحرص على هويتك الموجودة حالياً, خصوصاً مع انطلاق برنامج هويتي من البطاقة المدنية, وهو برنامج من خلاله أنت خلاص صرت ما تحتاج أي شيء ثاني إلا يكون معاك البرنامج هذا, اللي عن طريقه تقدر تستخدم كل الخدمات في الحكومة في الكويت, وهو برنامج رائع جداً يوفر الوقت والجهد على أفراد المجتمع
بشكل عام يعني. فمطلوب منك تتعرف على أبسط السياسات اللي تقدر تحميك في هالمجال. وأيضا نشكر الحكومة على آخر قانون والمجلس على القانون اللي حق لك تطلع على البيانات اللي موجودة في كل الجهات الحكومية أو الشركات اللي تملك الحكومة منها. أنا أشكر ملتقى كفو على هذه الفرصة الرائعة. أنا علي العنزي وحاصل على شهادات عديدة في تكنولوجيا المعلومات تحديدا في أمن المعلومات، ويسعدني الحمد لله بفضل أن أنا الشخص الوحيد اللي كتبت عني سانز اللي هي أفضل معهد information security في العالم، الشخص العربي الوحيد اللي كتبت عنه use case تتكلم عن كيفية أني قدرت أتخطى العقبات على أن أصلاً ما كانت عندي فرصة أني أشتغل في cyber security. أنا بدأت حياتي في كوظيفة عادية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كانت تماماً ما فيها أي information security، بس أنا كان عندي مبدأ يكون أنك أنت تكون مستعد لفرصة غير موجودة خير من أن تأتي الفرصة وأنت غير مستعد. وهذا بالضبط اللي حصل معي في سانس. سنة 2013 كنت أعمل في شركة صناعة الكيماويات البترولية، وكان في Anonymous Attack. Anonymous هم واحدة من أخطر جماعة الهاكرز حول العالم، وبالصدفة أنا كنت موجود في الشركة، وأنا أيضاً ما كنت مسؤول عن Cyber Security، لكن قدت الفريق اللي موجود في العمل، والحمد لله ما نقدر نقول طبعاً خلينا نتفق على شغلة، ما نقدر نقول إن في كل شركات سيكيور 100%، لكن إحنا قدرنا نحمي الشركة، وهذا اللي أنا بركز عليه دائماً للشباب. وإذا كنت بتكلم عن أهم شغلة في حياتي اللي قلتها في البداية، أن تكون مستعداً لفرصة غير موجودة خيراً من أن تأتي الفرصة وأنت غير مستعد. وبالضبط هذه حصلت معاي في ثلاث مراحل حياتي. المرحلة الأولى في حياتي بعد ما تخرجت من الثانوية، والدي الله يرحمه قال لي سجل في معهد تكنولوجيا المعلومات وإنجليزي، أنا توني متخرج من الثانوية فليش أنا أروح أنتقل لهالمجال. فاستغربت صراحة من طلبة، وبالبداية كنت مستغرب يعني ليش أروح المجال، لكن بيّن معاي إن في أول ما دخلت الجامعة كنت أنا متميز عن الأقران اللي معاي، لأن أنا عندي خبرة في هالمجال وعندي شهادة مايكروسوفت إنجينير قبل أدش الجامعة، كان عندي MCSE يطلق عليها حتى قبل أدش الجامعة، وكان عندي شهادات في الشبكات حتى قبل أدش الجامعة. سعيد جدا بأني حصلت على صراحة ثقة طلبة جامعة الخليج بأني أخذ منصب في اتحاد الطلبة، ومنها أيضا ساعدت إخواني في مجال تكنولوجيا المعلومات. كانت عندي مشكلة أني أنا حاب أسوي نادي وأنطلق فيه، فكنت أيضاً مبدأي الثاني اللي هو كن أنت التغيير الذي ترغب أن تراه. فأسست أول نادي تكنولوجيا معلومات في الجامعات الخاصة في الكويت، وكان يهتم في تقديم تكنولوجيا المعلومات والأسس حق السايبر سيكوريتي والإنفورميشن تكنولوجي حق كل الطلبة بغض النظر عن تخصصاتهم. أيضاً وقت هالفرصة جتني فرصة من مايكروسوفت في برنامج اسمه مايكروسوفت ستودنت بارتنر، فكانت العقبة الأولى لي بأن أنا ما كنت يعني في هالوقت محتاج أني أدرس ومحتاج أني أنضم لهالبرنامج، لكن أن تكون مستعدا لفرصة غير موجودة خيرا من أن تأتي الفرصة وأنت غير مستعد لها. انضميت إلى برنامج مايكروسوفت، وبعدها شاركت في ووردبريس إذا تسمعون عنه، أنا مبرمج وبنيت الووردبريس، وجملة إذا تسمعون عن جملة، فأنا شاركت في جملة ووردبريس في بداية هذه البرامج. القصة الأخيرة اللي هي في حياتي الاجتماعية في حياتي الوظيفية، في أول سنة في شركة الكويتية لخدمات الطيران أنا تم اختياري لأمثل شركة الخطوط الجوية الكويتية في شركة Information Technology تملكها الخطوط الجوية الكويتية. مرة ثانية أن تكون مستعدا لفرصة غير موجودة خيرا من أن تأتي الفرصة وأنت غير مستعد. هني أكد عليكم لجميع الشباب، كن أنت التغيير اللي ترغب أن تراه في العالم، احلم انطلق بحلمك
لا تؤمن بوجود الحواجز دام أنت عندك القدرة أنك تكسر هذه الحواجز. شاكر للكل، وأنا موجود في منصة كفو إذا حابين تتواصلون معي. شكرا لك أبو عبد الرحمن. أشكرك، بس أثرت نقطة حلوة، صار ودي أسألك سؤال وبإجابة يمكن يعني هم بعد مختصرة. شلون إذا أنا اليوم نتكلم إحنا المواطنة الرقمية، يمكن هذا الحين يعني إحنا قاعد نتكلم على مفهوم في من يفهمه كتخصص وفي من يمكن يحاول إنه يفهمه. لو بسألك سؤال ببساطة كشخص متخصص في مجال التكنولوجيا، كيف أكون مواطن فعال رقميا وأحقق أعلى مستويات المواطنة؟ وبجملة سريعة بسيطة، شلون أحقق اليوم الكفاية أو نقول المواطنة الحقيقية رقميا مثل ما أنت طبعا تقدر أنك تشرحها؟ بشكل بسيط، أنك أنت تحرص على حماية كل الأجهزة اللي تستخدمها، بشكل بسيط تحمي طريقة تعاملك، تحمي الأجهزة اللي أنت تستخدم معها. أهم شغلة للكل يغلب عنها اللي هي two factor authentication، هذه اللي راح تسبب مشاكل كبيرة إذا ما كنت مثلاً فعل two factor authentication والقصص هذه اللي ممكن وايد باسوردات أخاف تنساهم بعدين. في عند password manager، password manager هو الحل الجميل جداً، بأن أنت ما تحتاج لا تتذكر باسوردات ولا تعور راسك في أنك تحفظ أصلاً باسوردات. نزل password manager وهو يساعدك في إنشاء باسورد، وأيضاً إنه يقدم لك باسورد على حسب اللي تختاره. الله يعطيك العافية. إنزين، أنا طبعاً قبل يمكن لا ننتقل حق الفقرة الأخيرة، عندي سؤال أوجه حق الدكتورة حصة. دكتورة، إحنا دائماً يعني في التمويل السلوكي، بعطيك مثال يمكن على أرض الواقع مبسطه عشان يعني يمكن الحضور اللي متواجدين معانا اليوم في الملتقى أيضا يصل لهم الموضوع. لما نتكلم عن علم السلوك، ليش اليوم لما نشوف الولد الصغير اللي توه طالع مثلا داش الجامعة، يمكن أبوه شاري له سيارته، مو وايد يمكن تعبان، تشوفين قيادته في الشارع قد تكون فيها سلوك متهور، يتخرج شوية من الجامعة يشتغل يشتري سيارة، يصير سلوكه شوية يعني مو أخف يمكن بالقيادة نقول المتهورة، زيد بعدين شوية في العمر ويصير يمكن هو عنده يعني وضع معين تبتدي سلوكياته تختلف، نقول في احتكاكه مع مجتمعه. هل شلون نربط هذا الأمر اليوم بملاءة الشخص ماليا، ومن ناحية نقول توافر الكاش والسيولة اللي عنده في انعكاسه على سلوكياته اللي قد يعني تتعارض مع ممكن نقول سلوك مجتمعي، سلوك مواطنة معين؟ فشلون التمويل يؤثر على سلوكياتنا تحديدا في يمكن الأمثلة اللي ذكرت لك إياها دكتورة؟ يعني قصدك إن التمويل شلون يتكون كعادات؟ نعم، يعني إحنا نتكلم الحين، أنا شخص ممكن نقول مليء ماليا، المليء ماليا قد يكون ما عنده مشكلة إنه هو يأخذ ممكن قرار تهوري معين في أمر معين. الشخص اللي مش مليء تلاقينا حذر، يمكن في العام نقول يمشي جنب الحيط، يحاول أنه هو يكون حذر، ما يتصرف تصرف ممكن يتعارض مع ممكن نقول ممتلكاته. فشلون اليوم الجانب المالي يؤثر على هالأمر؟ لما يكون الشخص عنده أموال كفاية أو ما يسمى كوشن، تعطيه دافع أنه ياخذ مخاطرة، يجرب، خوفه من الفشل يقل. لما الإنسان يصير عنده كوشن مالي أقل، قد لا يكون عنده دافع في أنه يأخذ مخاطرة أكثر. هذا عامل واحد. العامل الثاني هم يعتمد على شخصية الإنسان نفسه. في بعض الناس يحبون يأخذ المخاطر حتى لو هم ما عندهم شيء، وفي ناس يقول لك أنا ما أبي شيء، خلني على الكاش اللي أنا عندي، لا تعطيني أي فرصة استثمار. لكن أنا دائما أقول حق الطلبة، if you don't take risk you will not get anywhere. لازم تأخذ risk، بس calculated risk، عقب ما تفكر بالعواقب، تفكر بexit strategy، تفكر how you would hedge that risk. وبعدين دائما نشوف إن يعني الأمثلة الواقعية، الناس اللي تخسر كل شيء تكون لها دافع إن هي تتقلب على هذه الخسارة، ودائما they do their best, they reach their potential. لكن الإنسان اللي يكون مرفه وعنده ما يكفي يقول أنا ما ودي I lose what I have،
حسب بعد الأوراق اللي اطلعت عليها، هو مو مجال علم النفس، لكن خلال الريسيرش اللي كنا قاعد نسوي لموضوع الدعومات يقول لك إن الإنسان يعني يفضل to stick to what they have، ما يبون يخسرون، ويفضلون عدم الخسارة على إنه هو يأخذ حوافز قليلة لكي يحقق الربح. So something to keep on. نعم، الله يعطيك العافية. ويعني أنا اعتقد فعلا يمكن تخصص التمويل يلعب دور أساسي في يمكن التأثير على سلوكيات الناس، مثل ما تفضلتي الأشخاص بطبيعة الحال الجانب المالي وطريقة التفكير في مخاطر هذا الجانب تؤثر على بعض السلوكيات، في نقول إما سلوكيات تحوطية أو يصير الامتناع في أخذ بعض القرارات اللي ممكن تغير جزء من 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 حياتهم. الآن يمكن نتجه حق الدكتورة فاطمة، عندها يمكن مداخلة حابة أنها يعني تضيف أيضا للملتقى. تفضلي دكتورة. مشكور عبد الرحمن، مشكورين متحدثين اليوم هذه الجلسة. أنا بغيت أعلق على أول فيديو شفتوه، هو كان للتعهد، وهذا إحنا قاعد نستخدم فيه علم السلوك. كل مجتمع صاغ أعضاء المجتمع تعهدات على أساس أن نحاول نطور في سلوكنا، سلوك وايد بسيط. تعهد مجتمع السياسات العامة هو ركز على الإنتاجية، وأن شلون أن الواحد يكون عنده to-do list أو قائمة مهام يوميا يوم يحطها، هذه دراسات بينت أن تساعد في الإنتاجية، فاقترحناها كسلوك ممكن الواحد يأخذه. وعندنا رابط الحين الفريق حطاه لكم على أساس اللي حاب يكون ضمن يتعهد معنا، وهذا التعهد خاص في مجتمع السياسات العامة، بس أكو 9 تعهدات غيرهم في المجتمعات المختلفة. وبغيت يعني أضيف يعني مثل ما الدكتورة حصة قالت على بالسلوك، مثلا حتى استخدام البلاستيك هم مجتمع البيئة حط له تعهد لا علاقة بهذا الموضوع. فبغيت أنوه على فكرة التعهدات، وأن كل مجتمع إن شاء الله هالسنة راح يطلق تعهدات أساس مع بعض نحاول نطور في السلوك، نكون عندنا الوعي أن على تأثير السلوك وشلون إحنا نأخذ قراراتنا. طبعا إحنا دكتورة حصة هي المتحدث الملهم وأستاذ علي لهذا المجتمع، بس إن شاء الله عندنا فعاليات متنوعة، والحين الجلسة الجاية راح نتعرف على بعض أكثر من خلال، راح يكون اكو نتورك رومز، فاذا تقسمتوا فجأة شفتوا نفسكم كأنه طلعتوا، انتم ما طلعتوا من صج، بس الفريق راح يقسمكم لغرف مختلفة على اساس شوية ناخذ بالحكي نتعرف مع بعض. فهذه اليوم يعني جلستنا كان هي طرح لمواضيع، وهم شاكرين الاستاذ اسماعيل على نظرة اللي شاركنا اياها اللي تعطينا بعض خلينا نقول الترندز أو شنو هو اللي العالم قاعد يتكلم عنه في من ناحية البابليك بوليسي أو سواء علم السلوك. وطبعا أخوي علي بعد هو متخصص في سايبر سيكوريتي، وهذا بعد جزء من المواطنة الرقمية اللي راح نتحدث فيه خلال السنة في لقاءات مختصة إن شاء الله، ويكون في توسع بهذه المواضيع. فإحنا هدفنا كان بالجلسة هي بس نعطيكم نبدأ عن المواضيع وشوية نشوقكم على أساس إن شاء الله لقاءات أخرى نتعمق بهذه الأشياء، ونتطلع أن نشوفكم جميعا الحين بالجلسات الجاية اللي يعني بعد شوية بس الشباب رح يقسمكم لغرف مختلفة. حابين نعرف عنكم ونتعرف عليكم أكثر على أساس أن يصير بيننا تعاون إن شاء الله. مشكورين جميعا. وعبد الرحمن بغيت تختم بشيء؟ أكو أحد حاب يقول شيء قبل أن ننتقل للغرف؟ عبد الرحمن يا أعتقد بلشوا الحين يقسمون الحضور، وإن شاء الله نشوفكم نراكم غدا إن شاء الله.